هاي، انا ساره ومعايا النهارده شريفه بنتي، عشان نعمل مع بعض ريسيبي لكل الامهات ممكن يعملوها مع بناتهم او اولادهم اي حاجه. هنعمل ايه فيفا؟ رايت فرايد تشيكن، موزاريلا ستيكس، وبيبي سبينج ومشروم. حاجات كتير قوي هنعملها. هنعملها ليه فيفا؟ عشان هنحط زيت زيتون اول حاجه، ونحط معاه شويه ثوم، وهنحط شويه من الايطاليان سيزنينج. لو مش عندكم ايطاليان سيزنينج مش لازم خالص، حطوا زعتر وخلاص. نقلبهم كلهم مع بعض عشان الفليفر. بعد كده هنحط توميتو صوص ونقلب. انا بحب احط سكر مع الطماطم عشان الاسيديتي. اخر حاجه هنحطها شويه ريحان علشان يدينا فليفر كده حلو مع الطماطم. اوكي قلبي فيه كده. التوميتو صوص خلص. خلصنا التوميتو صوص، دلوقتي هنبدا نعمل الحشو اللي هنحشي بيه الفراخ. اول حاجه زيت زيتون، حط شويه زيت زيتون اول كده ما يجري معانا. بعدين نحط المشروم، هنقلب المشروم لغايه ما لونه يتغير يدبل كده. بصل، ونحط كل بقى اسمها ايه دي عشان تبقي سترونج، باباي، سبانخ كده. دي خلاص خلصت. اللي هعمله ايه دلوقتي؟ هاخدها واحطها على جنب. واهم حاجه ان احنا لازم نسيبها ترتاح خالص وتبرد، علشان لما نيجي نحشيها في الفراخ، الفراخ لازم ما ينفعش نحط حاجه ساقعه مع حاجه سخنه، فلازم دي تبرد خالص. اوكي اول حاجه حابه ان انا اوريلكم ازاي بنعمل البوكيت، اللي هو بنفتح حته كده في الفيليه علشان نقدر ان احنا نحشيها. الموضوع يعني محتاج بس ان احنا نبقى مركزين شويه. ندخل بالسكينه بشويش. اوكي دي البوكيت اللي احنا بنعمله. دلوقتي بقيه الفراخ هنفتحها ونبدا ان احنا نتبلها. اوكي بعد ما فتحت كل الفراخ نبدا دلوقتي ان احنا نتبلها. اول حاجه نحط لها شويه ملح، شويه فلفل. عارفه ليه لما بنعمل كده؟ عارفه ليه؟ علشان بتوزعي كويس، بدل ما تحطي في حته واحده زي ما انت عملتي، انت بتعملي من فوق كده. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنبدا ان احنا كل اللي احنا عملناه ده نعمل كده مساج، نعمل مساج ومن جوه ومن بره ومن ورا ومن قدام وكل حته. بشويش بشويش. تحبي اعمل كده فيكي؟ الفرخه بحبيها. بعد ما تبلنا الفراخ اتس تايم دلوقتي ان احنا نحشيها. هنحشيها بايه؟ موزاريلا ستيكس. بنفتح كده وبنحط الموزاريلا ستيكس جوه، وبعدين نحشي ببقيه الحاجه. نبدا بقى ان احنا نخيطها. خلصنا دلوقتي الحشو. دلوقتي احنا عندنا دقيق، بيض، بقسماط، وبانكو. لو ما عندكمش البانكو مش مشكله، خليها بقسماط بس. هنبدا بس ننكهها، نخليها فيها شويه فليفر حلوه. حط شويه فلفل اسود على البيض، شويه لبن صغيرين. الستابس بقى هنمشي ازاي؟ دقيق، بيض، بقسماط. للناس اللي هي مش عايزه وما بتحبش ان هي تو فراي، هتعمل ايه بقى؟ ممكن ان انتم تشوحوا الفراخ، بعد كده تحطوها في الفرن عادي وتكملوا نفس الستبس. اوكي بس مش لازم خالص بقى دقيق وبيض وبقسماط، تشوحوها في الطاسه وخلاص. هنبدا ان احنا نقلي. درجه الحراره بتاعه الزيت مش عايزاها تبقى عاليه قوي، عايزاها تبقى ميديم، علشان يعني انا مش عايزه البقسماط ده يتحرق وهي ما تستويش من جوه. ما نحطش بقى كتير في الطاسه عشان درجه حراره الطاسه ما تقلش. دلوقتي احنا هنسيبها في الزيت لمده 3 4 دقايق كده، لغايه ما لونها يبقى جولدن كده ذهبي. امهات والله العظيم هابي ماذرز داي، هابي ماذرز داي. تشيكن وينجز، تشيكن وينجز، تشيكن وينجز، تشيكن وينجز، تشيكن وينجز. هنبدا بقى ان احنا نرص. انا عارفه الستبس كتيره قوي بس والله طعمها حلو قوي. التوميتو صوص اللي احنا عملناه في الاول خالص فاكرين؟ هنبدا ان احنا نحطه هنا، نحطها جنب بعض كده.
نمرمغها كده. هنحط شوية موتزاريلا على الفراخ من فوق. خلاص اوكي. حسوا بيه؟ حسيتوا بيه؟ هتدخل الفرن هتقعد بالظبط 10 دقايق او حاجة. احنا عايزين بس الموتزاريلا تسيح اللي فوق، والفراخ لو لسه بتفكر ان هي لسه مستويتش من جوه تستوي شوية، بس اهم حاجة ان هي هتبقى تندر وجوسي. هتشوفوا ده اوبشن، لو مش عايزين تعملوها مش لازم خالص، بس الشريف هي اللي هتعملها. اوكي، عايزاكي تحطي التوم ده على البقدونس، وحطي الليمون زست كمان، قلبيهم مع بعض. ايه ده؟ لا ليه؟ هتعملي لي ايه في مادرز داي؟ هجيب لك شوكليت. هقول لبابي يديلك رينج ويتجوزي معاك. اتجوزتني؟ انا ماين سمر. انا ماين سمر. طب يلا نروح نشوف الفراخ اخبارها ايه في فوق. تشيكن وينز اكشن. مش طبيعي. ياي اكسايتد؟ حط الليمون زست والبقدونس والثوم من فوق كده. يلا بينا ندوب. It's delicious. Sara's kitchen. سارة شريفة، انت جاي انا دافعه لها فلوس على فكره عشان تقولي الكلام ده كله على فكره. قولي باي باي.